فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل نقول عطف العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام؟ وإذا كان كذلك فتكون الصفات ثلاث قد ذكرها الله في سورة العصر وليست أربعة. الإيمان واحدة، والعمل اثنين، والدعوة إليه ثلاث، والصبر على الأذى فيه أربعة. ليش نجعلها ثلاثة وهي أربعة في القرآن في السورة نفسها؟ نعم.